السلام عليكم. ما زالت حادثة زواج شاب من فتاتين بولاية سكيكدة في يوم واحد تصنع الحدث في الجزائر، خاصة وأنها تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر. ونشر العريس سكيكدي أول صور شهر العسل الخاصة به على إحدى شواطئ البحر، أين تحدى كل الجزائريين والذين قالوا أن هذا الزواج سيفشل في المستقبل ولن يستطيع أن يعدل بين زوجتيها، ولكنه أراد إثبات عكس ذلك، أين ظهرت الزوجتين برفقته وهن في قمة السعادة والاتفاق. وكان العريس رشيد قد رد على بعض الادعاءات والافتراءات الكذبة والتي قالت عنها أنه غني ويملك المال الكثير، واستطاع إقناع الفتاتين بالزواج به لأنه ثري رشيد. وفي تصريح لإحدى صفحات النشط على الفيسبوك قال أنه إنسان بسيط شأنه شأن كل الجزائريين، ولا يملك حتى سكن خاص بها، وكل ما قيل عنها لا أساس له من الصحة.